مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في برنامجكم منشأة الصحافة وجولة صحفية جديدة نرصد من خلالها منشأة كبريات الصحف المحلية والدولية مع الكاتب الصحفي والمستشار الإعلامي أحمد العيسى. أهلا بك أستاذ أحمد. أهلا وسهلا على الأسرة. إذن مشاهدينا فاصل ومن ثم لنا عودة. نستهل جولتنا في الصحف المحلية من جريدة القبس، ومنها نقرأ: سمو ولي العهد في بريطانيا لتعزيز الشراكة. سموه سيشمل برعايته وحضوره احتفالية مكتب الاستثمار. أما جريدة الأنباء فعنونت: زيارة سمو ولي العهد لبريطانيا تعزز التعاون الاستراتيجي. بريطانيا حكومة وشعبا تثمن عاليا دور سمو ولي العهد في توثيق أواصر الصداقة بين البلدين. مكتب الاستثمار الكويتي لا يزال يبحث عن فرص جديدة للاستثمار في المملكة المتحدة. إذن أستاذ أحمد، قراءتك لزيارة سمو ولي العهد لبريطانيا، وما الآفاق الجديدة التي ستفتحها هذه الزيارة والتي ستعود بلا شك بالفائدة على البلدين؟ نعم، طبعا بداية يجب التأكيد على أن هذه هي الزيارة الثالثة لسمو ولي العهد لبريطانيا خلال سنة، ويمكن يعني المفارقة بأن السنة المقبلة ستحتفل الكويت وبريطانيا بذكرى مرور 125 سنة على العلاقات ما بينهم، وربما هذه تكون واحدة من أقدم العلاقات بين دولتين على مستوى العالم على الأقل في التاريخ الحديث. وأيضا من المفارقة أيضا أن سمو الأمير الراحل الشيخ أحمد الجابر والد سمو ولي العهد كان هو أول كويتي يزور بريطانيا بعد الحرب العالمية الأولى، حينما يعني ابتعث من الأمير الراحل الشيخ سالم المبارك لتهنئة الملك جورج الخامس بانتصار بريطانيا العظمى في ذلك الوقت في الحرب العالمية الأولى. فيعني تاريخ الزيارات يعني مستمر ومتواصل، وهو يؤكد عمق العلاقة بين الدولتين يعني. وزيارة اليوم هي أيضا تأكيد لهذا العنوان العريض اللي يعني بدأ من تقريبا 125 سنة ولا يزال حتى الآن مستمرا. نعم، ابقى معي أستاذ أحمد، سنتحدث بتفصيل أكثر ولكن بعد هذا العنوان. في ذات السياق كتبت جريدة النهار: بريطانيا فرص جديدة للاستثمار الكويتي. السفير العوضي: القيادة البريطانية تثمن عاليا الدور المميز والمهم لسمو ولي العهد. سفيرة المملكة المتحدة بليندا لويس: زيارة ولي العهد تعزز آليات العمل المشترك بين البلدين في الدفاع والأمن السبراني والتعاون الثقافي. إذن أستاذ أحمد، يعني تكملة لما سبق وذكرناه في المقدمة، المكتب الاستثمار الكويتي نموذج مشرق للتعاون الاقتصادي بين البلدين، بين الكويت وبريطانيا. كيف ساهم وجود هذا الصندوق في المردود المالي للكويت؟ يعني 1953 تأسيس المكتب، مكتب الاستثمار الكويتي في لندن. اليوم احنا نحتفل في ذكرى 70 سنة، ويمكن كثير من الكويتيين يجهلون معلومة أن مكتب الاستثمار كان هو الممول الحقيقي للكويتيين خلال فترة الغزو. لأن كان هناك حظر على التعاملات المالية مع دولة الكويت والعراق في ذلك الوقت في 1990، لكن كان هناك مرونة من خلال مكتب الكويت في لندن، وهو اللي كان الممول، ومنه كانت تطلع اللي هي مبالغ المخصصة من الحكومة حتى الإعمار، حتى بعد الغزو، حتى بعد التحرير. فلذلك لما نتكلم احنا على مكتب لندن يجب ان نؤكد بان يعني ليس فقط يعني وجود أساس أو ركيزة اقتصادية واستثمارية للكويت، بل أيضا يجب التأكيد على أنه كان، خلينا نقول، هو طوق النجاة للكويتيين خلال فترة الغزو. اليوم احتفاله في الذكرى 70 لتأسيسه هو استمرار، ويمكن يعني اليوم المكتب الاستثمار يتبع حق هيئة الاستثمار، لكن فعليا هو تأسس قبلها، وهو أول مكتب خارجي للكويت للتعاملات المالية في 1953. يعني احنا قاعد نتكلم قبل الاستقلال تقريبا بحدود 9 سنوات. فيعني وجوده كان أساسي من ذلك الوقت، وهو أيضا
هو أول مكتب أو أول مؤسسة تدير صندوق سيادي على مستوى العالم. يعني هو مكتب لندن، في مكتب الاستثمار الكويتي في لندن، كان هو المؤسس لصندوق، لأول صندوق سيادي على مستوى العالم، اللي اليوم يدير الاحتياطي العام للدولة ويدير جزء منه في احتياطي الأجيال القادمة. فيعني كمؤسسة اقتصادية أنا أعتبرها مفخرة للكويت يعني والكويتيين. نعم بلا شك. إذن ابقى معنا أستاذ أحمد إلى موضوع آخر نطالعه من جريدة الرأي. رئيس الوزراء: تعارض المصالح سيجفف منابع الفساد. الحكومة أقرت اللائحة التنفيذية للقانون ولائحة الحماية من العنف الأسري. وزير الأشغال العامة قدمت عرضا مرئيا لمشروع ربط سكك الحديد بين مدينتي الكويت والرياض. إذن منشئة الصحافة مستمر، ولكن بعد هذا الفاصل. إذن في أخبارنا الدولية، اليابان وكوريا الجنوبية ممزقتان بين التهديدات الصينية والضغوط الأمريكية وثقل التاريخ الاستعماري. تحت هذا المنشئ كتبت لوموند الفرنسية، حيث قالت إن الكوريين الجنوبيين واليابانيين وقعا اتفاقا ثلاثيا مع الأمريكيين على الرغم من ماضيهم المؤلم والعلاقات الغامضة التي تربطهم بجارتهم الصينية القوية. أدى تعزيز العلاقات الأمنية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان في كامب ديفيد إلى ظهور العديد من التأثيرات بعد الإعلان على تجريب القطب الجيوستراتيجي الجديد في شمال شرق آسيا. ومع ذلك يبدو أن هذا التقارب هش للغاية، ومن المحتمل أن ينطوي على مخاطر إضافية للتوتر. ووصف الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا قمة كامب ديفيد بأنها تاريخية. ومع ذلك فإن التاريخ هو على وجه التحديد عامل من عوامل عدم اليقين التي تلقي بثقلها على هذا التحالف الثلاثي. إن العلاقات بين الدول الثلاث تتأرجح مع فترات من التقدم الحقيقي التي سرعان ما تلغى بسبب التغيرات في البيئة الأمنية أو التطورات السياسية في اليابان وكوريا الجنوبية. إذن أستاذ أحمد، إلى أي حد قد يتأثر هذا التحالف الثلاثي بعواصف الماضي القريب؟ يعني لدينا من جهة الهجوم النووي الأمريكي على اليابان، من جهة أخرى لدينا الاستعمار الياباني على كوريا. إذن كل هذه التاريخ يعني الحافل والثقيل، إضافة إلى أيضا المشاكل الحدودية بين هذه البلدان. لا، ويمكن خلال هالأسبوع بعد عندنا مفاعل فوكوشيما اللي نعم اليابان قاعدة تحاول أن تصب الماء، وكان في اعتراض أيضا من دول الصين، الجوار الصين أيضا، حتى كوريا الجنوبية يعني. صحيح. يعني لا يمكن أن يعني نتغافل عن الاستعمار الياباني لكوريا، ولا يمكن أن نتغافل عن يعني ما حدث من دور أمريكي وروسي في موضوع تقسيم كوريا الشمالية والجنوبية في 1950، أو يعني الاستعمار الياباني ما بين الحرب العالمية الأولى والثانية. لكن اليوم الدول تنظر إلى مصالحها الاستراتيجية بالدرجة الأولى. الدعم الأمريكي لإقامة هذا التحالف بهذا الشكل واضح أنه يبي يوجد قوة توازن التهديدات الصينية وأيضا تهديدات كوريا الشمالية في نفس الوقت. نعم. يعني يبدو أن الأمريكان لم يجدوا يعني مناص من التقريب ما بين الجارين، خلينا نقول اللدودين بحكم التاريخ، إلا أن يعني يشوفون أنهم أفضل حليف استراتيجي لهم في هذه المنطقة. نعم. وبالتبعية يعني ستحاول الولايات المتحدة الأمريكية إيجاد توازن للقوى في شرق آسيا. نعم. ابقى معنا أستاذ أحمد، سنذهب إلى موضوع آخر، حيث قالت العربي الجديد إن سوق الحبوب العالمية ترقب زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان منتجع سوتشي الروسي على البحر الأسود قريبا، وسط توقعات بحدوث انفراجة في أزمة تصدير القمح الأوكراني والعودة لاتفاق الحبوب الذي ترعاه كل من الأمم المتحدة وأنقرة. وقال متحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا إن الرئيس التركي سيزور منتجع سوتشي الروسي على البحر الأسود قريبا، وإنه قد تكون هناك تطورات بشأن الاتفاق الذي كان يسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية بحرا.
ولم يحدد المتحدث باسم الحزب ما إذا كان أردوغان سيجتمع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكن الكرملين قال يوم الجمعة إن هناك تفاهما على أن يجمعهما لقاء وجها لوجه في وقت قريب. إذن أستاذ أحمد، هناك يعني أزمة عالمية، سوق الحبوب العالمي ينتظر هذه القمة، ما المتوقع منها في ظل ما يحدث حولنا؟ هو طبعا اتفاق الحبوب لما يعني أقر وعمل فيه من يوليو 2022 واستمر لمدة عام واحد كما كان هو متفق، قرروا الروس يعني أن يوقفوا هذا الاتفاق ولا يجددوا هذا الموضوع، لأن روسيا تحاول يبدو أن تضغط على دول العالم فيما يتعلق في تخفيف العقوبات الدولية عليها، فيما يتعلق في موضوع التعامل بالروبل، ويمكن شفنا أيضا هذه امتداداتها راحت حق القمة الأخيرة اللي صارت على موضوع التعاملات المالية والاقتصادية في محاولة لإنشاء منظومة عالمية اقتصادية جديدة. معنا أستاذ أحمد، سنذهب إلى شأن عربي هذه المرة، حيث قرر رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد لدبيب الاثنين إقالة وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش على خلفية لقائها بنظيرها الإسرائيلي قال لوكالة الأناضول إن لدبيب قرر إقالة المنقوش خلال زيارة قامت بها إلى السفارة الفلسطينية في العاصمة طرابلس. وأضاف أن لدبيب أكد خلال لقائه السفير الفلسطيني لدى ليبيا محمد رحال دعم ليبيا للقضية الفلسطينية، وأن ما قامت به المنقوش لا يمثل موقف الحكومة والشعب. أكد قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان خلال تفقده القوات البحرية بمدينة بورت سودان شرق البلاد استمرار الحرب والقتال ضد قوات الدعم السريع، مستبعدا أي فرصة للمفاوضات. إندبندنت عربي نقلت عن البرهان قوله للجنود والصحفيين في قاعدة فلامينغو البحرية: المجال ليس مجال الكلام الآن، نحن نكرس كل وقتنا وجهدنا للحرب لإنهاء هذا التمرد في السودان، في إشارة إلى قوات الدعم السريع. في اليوم السابع المصرية نقرأ عن إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن السفير الفرنسي لدى النيجر سيلفان إيت سيظل في العاصمة النيجيرية نيامي بالرغم من الضغوط التي تمارسها السلطات التي تحكم النيجر حاليا بعد الإطاحة بالرئيس المنتخب محمد بازوم. وفي خطاب ألقاه أمام سفراء بلاده المجتمعين بباريس أشاد ماكرون بعمل الدبلوماسيين الفرنسيين الذين يمارسون مهامهم في ظل ظروف صعبة، وعلى وجه الخصوص في النيجر حيث لا يزال السفير في منصبه على الرغم من ضغوط الجنود الذين تولوا السلطة بعد الإطاحة بالرئيس المنتخب محمد بازوم. إذن أستاذ أحمد، يبدو أن باريس لن تستجيب لطلب خارجية النيجر مغادرة السفير الفرنسي أراضيها، إلى أين ممكن أن يتجه هذا التصعيد؟ طبعا فرنسا لم تعترف بالانقلاب، وبالتبعية هي تتعامل مع السلطة الحالية على أنها سلطة مغتصبة للسلطة الشرعية. وفرنسا كان تصريح من خلال الرئيس واضح بأن احنا نتعامل مع السلطة الشرعية التي قدم سفيرنا أوراق اعتماده لديها، وبالتبعية احنا لا نعترف باللي موجودين. النيجر بالنسبة لفرنسا وأيضا دول غرب أفريقيا هي تقريبا عمق استراتيجي، ويعني حليف مهم بالنسبة للفرنسيين، ونرى أن فرنسا تحاول الضغط والدعم لمجموعة غرب أفريقيا فيما يتعلق في محاولة يعني تعديل أو تصحيح الأوضاع وفقا لما تراه مناسب داخل إعادة النيجر. بالضبط، إعادة الأمور إلى مجراها، خاصة أن احنا قاعد نتكلم على رئيس منتخب بانتخابات حقيقية وفعلية، لكن هناك انقلاب عسكري صار عليه في نهاية الشهر الماضي، وبالتبعية دول المنطقة المحيطة في النيجر تتعامل مع هذا الموضوع وفقا لذلك. سنكمل حديثنا في النيجر ولكن بعد هذا الخبر. بعد مرور أكثر من شهر على الانقلاب الذي أطاح رئيس النيجر محمد بازوم الموجود حاليا تحت الإقامة الجبرية بالمقر الرئاسي برفقة بعض أفراد أسرته، طلبت المجموعة الاقتصادية لبلدان أفريقيا الغربية إكواس من الاتحاد الأوروبي مدها بالمساعدة المالية لتفعيل عملية التدخل العسكري الهادفة إلى إعادة الرئيس المخلوع،
واستعادة النظام الديمقراطي. وجاء في رسالة بعث بها رئيس المجموعة عمر توراي إلى ممثل الاتحاد الأوروبي للسياسات الخارجية جوزيب بوريل، ونشرت مقتطف منها الشرق الأوسط، أن البلدان المجاورة للنيجر تطلب مساعدة الاتحاد الأوروبي لمواكبة التطبيق الفعلي للقرارات التي اتخذتها المجموعة من أجل العودة السريعة إلى النظام الدستوري في النيجر. وتطلب هذه الدول من الاتحاد الأوروبي تطبيق العقوبات التي فرضتها المجموعة على النظام الانقلابي، وأن يسهم في تغطية تكاليف العملية العسكرية المقررة في النيجر التي بدأت تثير تحفظات في بعض الدول الإفريقية. إذن أستاذ أحمد، قبل أيام أعلنت جيوش إكواس أنها مستعدة للتدخل العسكري نحو النيجر. أما هذه الرسالة الآن، ما الذي يفهم من هذه الرسالة؟ طبعا للمجموعة الانقلابية اللي موجودة، وهذا يبين يعني أن اليوم العالم اليوم يتحرك على رمال يعني أو يعيش على رمال يعني متحركة. فيعني إحنا قبل شوية نتكلم عن شرق آسيا، اليوم الحين قاعد نتكلم على أفريقيا، فواضح أن هناك يعني تغير في خريطة العالم، سواء على مستوى التحالفات أو على مستوى العلاقات الاستراتيجية بين الدول يعني. ومن أزمة إلى أزمة أخرى والإضرابات في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة في جنوب سوريا للأسبوع الثاني، مع عدم خوف المتظاهرين على نحو متزايد من المطالبة بإطاحة الرئيس بشار الأسد. وتجمع محتجون في مدينة السويداء جنوب البلاد الاثنين وأغلقوا طرق المحافظة. محافظة السويداء ظلت تحت سيطرة الحكومة منذ الانتفاضة السورية عام 2011، وأظهر مقطع فيديو عدة مئات من الأشخاص مجتمعين في ساحة مركزية يلوحون بالأعلام ويهتفون برحيل الأسد. في عنوان بارز بصحيفة ميدل إيست آي، هل يمكن لتوسيع البريكس أن يجعل مجموعة العشرين غير ذات أهمية؟ علق ماركو كارنيلوس في مقاله على نتائج قمة البريكس 15 وسعي المجموعة لنظام عالمي جديد محتمل، بما في ذلك تمثيل أكبر للأسواق الناشئة والدول النامية في المنظمات الدولية والمنتديات المتعددة الأطراف التي تلعب فيها دورا هاما. إلى جانب هذا التصريح، جاء التوسع الأكبر لمجموعة البريكس منذ إنشائها، فاعتبارا من يناير المقبل ستنضم 6 دول إضافية، بما في ذلك الأرجنتين، مصر، أثيوبيا، إيران، المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. وتمثل دول البريكس الآن ما يقرب من نصف سكان العالم وما يقرب من نصف إنتاج العالم من النفط أيضا، فهي تتفوق بسرعة على نظيرتها البديلة مجموعة السبع التي تتألف من كندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، المملكة المتحدة والولايات المتحدة. إذن أستاذ أحمد، يبدو أن العالم يعيد تشكيل نفسه مرة أخرى. إلى أي مدى يمكن أن تمتلك هذه المجموعة الجديدة بريكس قدرة تنافسية قد يعني تجعلها في تنافس مع مجموعة السبع، خصوصا بعد انضمام الدول الجديدة إليها؟ هي طبعا هي محاولة لخلق كيان اقتصادي جديد مثل ما ذكرتي، يعني يواجه أو ينافس مجموعة السبع. يمكن الدول اللي موجودة في المنظومة الجديدة يبدو أن بعضها عندها عداء واضح مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهناك أصلا توجه يعني لديهم في محاولة التبادل التجاري بعيدا عن الدولار وفك هيمنة الدولار على مستوى العالم. مثل ما ذكرتي أن قاعد يتكلمون على تقريبا دول يشكل تعداد سكانها نصف الكرة الأرضية، وأيضا يشكل إنتاجها من النفط ما يعادل تقريبا نصف الانتاج. فيعني احنا نتكلم اليوم على مجموعه ربما لو خدمتها الظروف ستكون منافس قوي لمجموعه السبع، وستفرض هيمنتها على العالم خاصه اقتصاديا، خاصه مع وجود توجه لايجاد بنك تنموي يمول المشاريع التنمويه في الدول المنضمه لهذه المجموعه. هناك ايضا يعني محاولات لاستقطاب دول اخرى للانضمام الى البنك. طبعا، لكن يعني احنا يعني المشاهد يجب ان يعلم بان هذه القمه هي 15، هم في البدايه بداوا في 2009، فيعني بعد 14 سنه من الاجتماعات والقمم وصلوا لهذه النتيجه. اليوم في ظل
يعني الصراع الصيني والأمريكي في ظل الحرب الأوكرانية الروسية، في ظل تنافس على منافذ أو يعني مراكز قوة على مستوى العالم، نجد أن هذا الكيان يطلع بهذا الشكل، خاصة في هذه الفترة يعني خلينا نقول الحرجة من تاريخ العالم يعني. بالحديث عن العلاقات الصينية الأمريكية، خبرنا التالي أستاذ أحمد، ابقى معنا. في عنوان لها كتبت مجلة نيوزويك: الولايات المتحدة تعمل مع الصين في مجال الاقتصاد مع تفاقم الانكماش. قالت وزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو في اليوم الأول من زيارة تستغرق 4 أيام لبكين إن الولايات المتحدة والصين اتفقتا على تشكيل مجموعات عمل بشأن التجارة والقضايا التجارية، وتأتي رحلتها في الوقت الذي أثارت فيه المخاوف بشأن الاقتصاد الصيني هزات في الأسواق العالمية، وأثارت المزيد من المخاوف بشأن التأثير المحتمل على الولايات المتحدة، حتى في الوقت الذي ترى فيه ثاني أكبر اقتصاد في العالم أكبر منافس استراتيجي لها، ومع توتر العلاقات بسبب سنوات من الصراع والمخاوف التجارية والأمنية. إذن أستاذ أحمد، بوابة الاقتصاد بين بكين وواشنطن، هل يمكن أن تقرب ما بينهما بعدما أبعدتهما السياسة؟ أنا أتصور يعني الأمريكان عندهم وجهة نظر بأن يجب التفاهم مع الصين ولا يجب التعامل مع الصين على أنها دولة عدوة. اليوم الصين ككيان اقتصادي يعني أصبح ينافس الولايات المتحدة الأمريكية، في نفس الوقت يعني اليوم الصين تحاول فرض هيمنتها سواء من خلال طريق الحرير أو من خلال المشاريع التنموية والدعم والشركات الصينية التي تعمل في مختلف دول العالم. اليوم الولايات المتحدة يبدو أنها يعني لا تستطيع في ظل انكفائها الداخلي على مستوى الانتخابات الأمريكية السنة المقبلة، وأيضا الخلاف يمكن يعني الحادث ما بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي فيما يتعلق في الانتخابات المقبلة، نشوف يعني الولايات المتحدة الأمريكية يعني كسب الوقت من خلال مناورات يعني مع الصينيين بهدف تخفيف خلينا نقول حدة الاحتقان في المنطقة، محاولة يعني تخفيف الاحتقان اللي موجود ما بين الصين وتايوان. قبل شوية كنا نتكلم عن التحالف الاستراتيجي اللي مع كوريا واليابان، فاليوم واضح انه يعني هناك خلينا نقول محاولة جديدة لاحتواء الخلاف أو على الأقل تأجيله لغاية ما ننتهي من انتخابات الأمريكية في نوفمبر 24. ما زلنا في الشأن الأستاذ أحمد، حيث قالت الأهرام نقلا عن صحيفة الوهية إن ما لا يقل عن 5000 من الطيارين المدنيين الأمريكيين يخفون حقيقة حالتهم الطبية ولياقتهم الصحية عن هيئة الطيران المدني الأمريكية خشية فقدان وظائفهم، وهو ما يعتبر تهديدا لا يجب أن يظل مسكوتا عنه لسلامة النقل الجوي الأمريكي، وهو القطاع الذي يعمل به ما لا يقل عن 110,000 طيار، ثلثهم تقريبا تعلم قيادة الطائرات في سلاح الجو الأمريكي لسابق انتسابهم إليه. ونقلت الصحيفة الأمريكية عن ماثيو لينر الناطق باسم هيئة الطيران المدني الأمريكية أنه يجري الآن مراجعة وتدقيق حالات 4800 طيار أمريكي للتيقن من مصداقية ما قدموه من تقارير حول سلامتهم الصحية ولياقتهم للاستمرار في قيادة الطائرات. تناولت صحيفة الشرق القطرية إعلان وزير التربية الوطنية الفرنسي جابرييل أتال اعتزامه منع ارتداء العباءة في مدارس فرنسا، وقال في لقاء تلفزيوني على قناة تي اف 1: لقد قررت أنه لم يعد بالإمكان ارتداء العباءة في المدرسة. واعتبر الوزير أن الذهاب إلى المدرسة بالعباءة هو لفتة دينية، مضيفا: عندما تدخل إلى الفصل الدراسي يجب ألا تكون قادرا على التعرف على ديانة الطلاب بالنظر إليهم. إذن أستاذ أحمد، هناك يعني يقال أن هذه تعتبر ضربة أخرى من فرنسا إلى المسلمين أو إلى الديانة الإسلامية والحريات الشخصية. البعض يرى أن هناك تحامل فرنسي على الإسلام
وما يمثل رموز الإسلام، كيف تقرأ ذلك؟ هو يعني فرنسا يجب النظر إليها على أنها واحدة من مجموعة الدول الأوروبية التي يعني هناك تغلغل ونفوذ واضح لليمين المتطرف فيها. نعم. وشفنا هذا مثلا في إيطاليا، شفنا هذا في فرنسا، وشفنا في سواء كانت على مستوى الانتخابات الرئاسية وانتخابات رئاسة الحكومة أو البرلمان وحتى على مستوى البلديات. تاريخ خلينا نقول الحكومات الفرنسية مع موضوع الإسلام ليس جديد، يعني احنا نذكر رسوم الكاركاتير المسيئة للرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. اللي طلعت وبعدها وبعدها تسببت في أزمة وربما حدث يعني حادث يمكن هز العالم. بعدها وقبلها يمكن شفنا أيضا معاداة للحجاب وايضا يعني معاداة لكل ما هو او لكل ما يرمز للاسلام. نعم. وايضا حتى خلينا نقول العلامات الدينيه الاخرى، يعني موضوع معاداة الدين هو ليس معاداة للاسلام، هو معاداة للدين. ايضا هناك اديان اخرى وايضا هناك يعني جماعات دينيه اخرى تعاني من الاضطهاد في فرنسا فيما يتعلق في موضوع التعامل مع المظاهر الدينيه. قلت لك هناك خيط رفيع ما بين ما هو يعني حريه شخصيه وما هو تعدي على خلينا نقول مسؤوليه الدوله او ما تراه الدوله انه تعدي على سلطتها ومسؤوليتها. نعم. ابقى معنا استاذ احمد، سنذهب الى كاريكاتير اليوم ولكن بعد هذا الفاصل. كاريكاتير اليوم من جريدة الشرق الأوسط، وهو أيضا يشخص الوضع في النيجر مع التدخل الفرنسي. أستاذ أحمد، ما تعليقك على هذا الكاريكاتير الظاهر أمامك على الشاشة؟ احنا نشوف يعني الجالس على الكرسي يحمل علم فرنسا. نعم. وقبل شوية كنا نتكلم على موضوع سحب السفير الفرنسي أو ابعاد السفير الفرنسي. لكن يعني واضح أن الكاريكاتير يرمز إلى أن هذا الكرسي اللي جالس عليه شخص يحمل العلم الفرنسي متجذر داخل النيجر ومعاه يعني الماي اللي يعزز هذه الجذور حتى تنمو هذه الشجرة يعني أو تستمر خلينا نقول بالحياة. إذن كان هذا كل ما لدينا في حلقة اليوم. الأستاذ المحلل السياسي والدولي الأستاذ أحمد عيسى، شكرا جزيلا على وجودك معنا في حلقة منشأة الصحافة لهذا اليوم. تسلمين، يعطيك العافية. إذن مشاهدينا كانت هذه حلقة منشأة الصحافة، شكرا لحسن متابعتكم وإلى اللقاء.